أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، حيث نتابع فيها أبرز ما نشر في الصحف العالمية والعربية والمحلية، وبعد فاصل قصير. البداية من صحيفة العالم الجديد، حيث يبرز الكاتب حامد تركان في مقاله نتائج انتفاضة تشرين التي أجبرت رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي على الاستقالة في 2019، لكن التحديات ظلت قائمة حيث لم يتم تحقيق مطالب المتظاهرين المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي ومكافحة الفساد والفاسدين، حيث لم تنجح الحكومات التالية في تقديم الخدمات الأساسية المرجوة أو حتى محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين، مما أظهر جليا ضعف الحكومة واستمرار سيطرة الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران مباشرة. هذه الأحداث كشفت بشكل جلي وواضح فشل الطبقة السياسية في تقديم تغييرات جذرية، مما يعمق الفجوة بين الدولة والمواطنين ويزيد كذلك من احتمالية اندلاع احتجاجات جديدة في قادم الأيام. لم تكن حكومة السودان بالرغم من مرور سنتين على وجودها أفضل حالا من سابقاتها في التعامل مع الملف تشرين، وخصوصا ملاحقة ومحاسبة المتورطين بقتل وقمع المتظاهرين، بل تم تميع الموضوع كليا حتى لفه النسيان، ولم تكن دماء من سقطوا بين شهيد وجريح ومعاق لها قيمة في نظر هذه الحكومة، ولم تحقق أي نتائج على مستوى الخدمات، ولم يكن برنامجها الحكومي سوى ورقة مستنسخة يردده كل رئيس وزراء كالببغاء دون أن يطبق فقرة واحدة، فبقي حال البلد كما هو، وبقيت معاناة الناس قائمة ليومنا هذا بسبب سوء الخدمات وزيادة معدلات البطالة وقمع الأصوات بشتى الوسائل، وبقي الفاسد في منصبه، وما زال مستوى الفساد في تصاعد مستمر، وما زالت الحكومة عاجزة عن محاسبة الفاسدين، وخير دليل على ذلك عجزها عن مقاضاة المدعو نور زهير بطل ما يسمى بسرقة القرن، والذي ظهر في لقاء تلفزيوني يتحدث بكل استرخاء متوعدا بفضح من كان يرشوهم من المسؤولين، وكأنه صاحب الحق وليس لصا محترفا وسارقا للمال العام. في صحيفة العرب الجديد، يستعرض أحمد سعداوي القيود المتزايدة على حرية التعبير في العراق، حيث تسيطر الميليشيات المدعومة من إيران على الفضاء العام وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها لأغراض الدعاية وقمع الأصوات المعارضة من خلال حملات تخوين. أصبحت هذه الجماعات تلاحق من يعبرون عن آراء تخالفها تماما وتجبر الناشطين على الصمت أو الانضمام إليها، مما يعكس تماما ضعف الحكومة أمام هذه الجماعات التي تمارس نفوذها سلبيا دون خشية من المحاسبة. هذا المناخ، يقول الكاتب، يعزز سلطة الميليشيات ويظهر عدم قدرة الدولة على كبح تأثيرها، مما يعمق أزمة السيادة ويكشف هشاشة النظام أمام الأطراف المدعومة إقليميا. انحدر على مستوى السنوات الماضية منسوب حرية التعبير في الفضاء العام داخل العراق بوتيرة متزايدة، فساد مناخ لإعادة تأهيل الميليشيات التي كانت منبوذة وتصنف جماعات خارجة على القانون، تلاها صعود الواجهات السياسية التي تمثل الميليشيات إلى صدارة المشهد العراقي، فصارت هذه التنظيمات خطوطا حمراء لا تمس، وصارت تملك الجرأة على تهديد وتصفية من يعارضها من دون أي خوف من محاسبة قانونية، حتى أنها لم تتورع مثلا عن اغتيال أستاذ جامعي وكاتب ومفكر مثل علاء مشذوب أمام بيته المجاور لضريح الإمام الحسين، لأنه عبر عن رأي انتقادي ضد إيران في صفحته في فيسبوك. اللحظة الثانية هي اليوم التالي
لانتهاء الحراك الاحتجاجي في أكتوبر تشرين الأول عام 2019، حين عمدت السلطة التي تتحكم بها الواجهات السياسية للميليشيات إلى ملاحقة المتظاهرين والناشطين من الذين أفلتوا من عمليات التصفية خلال التظاهرات، فقتل من قتل وتشرد آخرون ولاذ كثيرون بالصمت أو قفزوا من أجل الشعور بالأمان إلى مركب هذه الجماعات المسلحة وصاروا تحت حمايتها. خلال تلك السنوات تزايدت أعداد الصامتين وترك كثيرون من الناشطين مواقع التواصل الاجتماعي لتصول وتجول فيها الجيوش الإلكترونية للجماعات المسلحة، وما عاد الناظر إلى هذه المواقع قادرا على أخذ صورة دقيقة وحقيقية عما يمكن أن يسمى الرأي العام العراقي. إلى مقال للكاتب سمير عادل بعنوان محاولة السوداني لتوجيه ضربة وقائية في الناصرية. تناول المقال محاولة رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد الشياع السوداني تفعيل مذكرات اعتقال قديمة ضد نشطاء انتفاضة تشرين بزعم محاربة الصهيونية. يسعى السوداني هنا من خلال حملته هذا إلى تعزيز نفوذ الحكومة وتحصين مكانته أمام التصعيد الإقليمي، إلا أن هذا التحرك يعكس تماما افتقار الحكومة إلى الاستقلالية السياسية. يظهر المقال جليا هنا ضعف الدولة في العراق أمام نفوذ الميليشيات الموالية لإيران التي تتحكم بمفاصل السلطة، وتزايد الغضب الشعبي كذلك تجاه الطبقة الحاكمة الفاسدة المدعومة إقليميا، مما ينذر بإمكانية تجدد الاحتجاجات في وجه الحكومة العاجزة عن الإصلاح في كل آونة. يعيش السوداني وحكومته أحلك أيامها، وهذا الخوف والذهاب إلى التصعيد ضد أهالي مدينة الناصرية في هذا التوقيت يكمن بعدم قدرة السوداني لا على نزع ثياب الإطار التنسيقي والانسلاخ والانفصال عمن نصبوه، ولا هو أي السوداني قادر على إحداث تغييرات اقتصادية وسياسية واجتماعية لصالح جماهير العراق كي تسعفه في الأيام القحط القادمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وعليه أن يذهب السوداني ليقول لنا إنه يخوض حربا ضد الصهيونية لاعتقال متظاهري أكتوبر، وبدءا من مدينة الناصرية التي يرعبه جرائم سلفي في جسر الزيتون، وأخيرا يعتقد السوداني عبر شن حملة اعتقالات بإمكانه توجيه ضربة وقائية لحماية منصبه ومكانة الإطار التنسيقي في الأوضاع السياسية في العراق. وما نسيتها حكومة السوداني هي أن الإجراءات التي تقوم بها بالإمكان فقط تأجيل سيناريو حدوث انتفاضة أخرى، لكن لا يمكنه إطفاء تلك الجمرة المشتعلة تحت رماد الانتفاضة، لأن المعضلة السياسية تكمن في بنية السلطة الموجودة أو في بنية الطبقة الحاكمة في العراق الغارقة بالجرائم والفساد والعمالة السافرة، والتي لا يمكن لها الحكم دون دعم نظام قرصطوي مثل ما هو موجود في طهران، ودون السياسات الأمريكية الرجعية التي تضفي الشرعية عليها. إن العاصفة قادمة كي تلهب تلك الجمرة وتشعل انتفاضة أخرى، ولكن هي ليست عاصفة الحرب الإسرائيلية الفاشية في المنطقة، بل هي عاصفة أخرى ضد الطغيان والظلم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لهذه الجماعات التي نصبت بحراب الغزو واحتلال العراق. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالا يقدم الكاتب حسن أبو هنية تحليلا حول التراجع في قوة الردع الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية كذلك في المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت إسرائيل طويلا لضمان تفوقها العسكري والسياسي في المنطقة، ولكن عملية طوفان الأقصى الأخيرة أثبتت هشاشة هذا الردع، مظهرة إسرائيل ككيان بحاجة للرعاية المستمرة، ويواجه الكيان الصهيوني المغتصب اليوم أزمة شرعية غير مسبوقة، حيث تتزايد الانتقادات الدولية خاصة بين الشباب الغربي ضد ممارساته العنصرية وسياسات الفصل العنصري.
ونتيجة لذلك تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للبقاء في الشرق الأوسط لدعم إسرائيل بدلا من التفرغ لمواجهة تحديات أخرى كصعود الصين وروسيا، في إشارة إلى فشل استراتيجيتها للتخلي عن الشرق الأوسط. عملية طوفان الأقصى أطاحت بركائز الأمن القومي الصهيوني واستراتيجية الردع وفشل المشروع الأمريكي بمغادرة الشرق الأوسط والركون إلى المستعمرة الإسرائيلية التي باتت عاجزة عن حماية نفسها فضلا عن توفير الحماية للآخرين، وتكشفت عن كيان هش بحاجة للرعاية الأمريكية الدائمة، وتجد أمريكا نفسها منخرطة في مهمة مستحيلة لاستعادة قوة الردع الإسرائيلية وضمان هيمنتها على المنطقة، وفي الوقت الذي كانت ترغب فيه أمريكا بالتفرغ لمواجهة الصين وروسيا تجد نفسها غارقة في الشرق الأوسط دون وجود رؤية استراتيجية واضحة. ولم تعد الخطابات البلاغية الأمريكية الجوفاء حول حل الدولتين مقنعة في الوقت الذي دعمت بطرائق عدة مشاريع الاستيطان، ومع حرب الإبادة المستمرة في غزة ولبنان تعيش إسرائيل أزمة شرعية هي الأكثر أهمية منذ إنشائها. فقد شهدت السنوات الأخيرة إجماعا في مجتمع الحقوق الإنسانية العالمي على أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري وهو جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد خبراء في القانون الدولي على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وهو الرأي الأولي لمحكمة العدل الدولية. وبدأت إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة وهي تخسر الرأي العام في الغرب وخاصة بين الأجيال الشابة. وعقب عام على صمود المقاومة لم تعد استعادة الردع ممكنة، وباتت إسرائيل منكشفة أمام العالم ككيان استعماري عنصري يقوم على الإبادة وهو في طور الاستنزاف ويسير في طريق شاق نحو التفكك والانهيار. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي لإيشان ثارور تتساءل فيه عن شكل العالم بعد الانتخابات الأمريكية، وقال إن الشرق الأوسط سيكون في حالة اضطراب تام تشعر فيه إسرائيل بالجرأة ويتزايد فيه التنافس بين السعودية وإيران. وقال ثارور في معرض حديثه إن المشاكل في الشرق الأوسط ستكون مشابهة لما سنراه في كانون الثاني يناير المقبل، ومن المحتمل جدا أن تستمر الأعمال العدائية في غزة حيث قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين العزل وشرد كذلك الملايين، وتبدي الدول العربية من جانبها بما فيها الدول الحليفة للولايات المتحدة في الخليج العربي تشككها في إمكانية ظهور خطة اليوم التالي لإعادة الإعمار والمصالحة في أي وقت قريب. ومن المرجح للغاية أن يشتعل الصراع بين إسرائيل وإيران إن لم يستمر في الغليان، ومن المرجح أن يظل لبنان يعاني من نزوح خمس سكانه بسبب الهجوم الإسرائيلي فضلا عن الضغوط الرامية إلى صياغة نظام سياسي جديد في المنطقة يعمل على تهميش حزب الله المتحالف مع إيران. وعليه فسيواجه الرئيس الأمريكي المقبل سواء نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب حكومة إسرائيل الجديدة التي تحاول إعادة تشكيل معايير نزاعاتها في هذه الرقعة في المنطقة. الوضع الراهن على الرغم من سعي الولايات المتحدة إلى تعزيزه على مدى العقد الماضي يبدو غير قابل للاستمرار، وبحسب سالم فحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يكون في اتجاه تعزيز الاحتلال والحصار والقمع والظلم. يقول ثارور إن غياب الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين هو واحد من صراعين كما يقول سالم، أما الصراع الآخر فهو المشروع السياسي للنظام الإيراني الذي سعى منذ صدمة حربه الدموية مع العراق في ثمانينيات القرن العشرين إلى خوض معاركه خارج حدوده، وقد أدى ذلك إلى انتشار الفصائل التابعة له في مختلف البلدان في جميع أنحاء المنطقة، وهي سياسة الدفاع المتقدم التي تولد عدم استقرار دائم بحسب رأي سالم.
وبين مراقبين الشرق الأوسط المخضرمين في واشنطن هناك قدر من التواضع والحذر، فقد أدت الإخفاقات والصدمات التي شهدناها خلال العقدين الماضيين إلى تبديد الحديث الجاد عن تغيير النظام في المنطقة. وكتب فيليب غوردون كبير مستشاري الأمن القومي لدى هاريس في عام 2020: في المرة القادمة التي يقترح فيها قادة الولايات المتحدة التدخل في الشرق الأوسط لتغيير نظام معاد، يمكننا أن نفترض بأمان أن مثل هذا المشروع سيكون أكثر تكلفة وأقل نجاحا ومحفوفا بالعواقب غير المقصودة التي لا يدركها أو يعترف بها أنصار مثل هذا الإجراء، ولم يكن هذا الأمر غير هذا على الأقل حتى الآن. أحداث هذه الحلقة من صدى الأقلام مستمرة بعد الفاصل. نقرأ للبنان: مهددا معالمها الأثرية بعلبك اللبنانية هدف للعدوان الإسرائيلي. يهدد العدوان الإسرائيلي على لبنان مدينة بعلبك التاريخية التي يبلغ عمرها 3000 عام والمدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو. عدسة الأناضول رصدت معالم مدينة بعلبك التاريخية والمنطقة المحيطة بها في وادي البقاع شرق لبنان، والتي تعتبر أعظم مدينة معابد في العالم. تعرضت بعلبك لعشرات الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث أدى القصف الإسرائيلي الأهوج إلى تدمير مبان عدة في المدينة القديمة، وتسببت الغارات الإسرائيلية العنيفة في إلحاق أضرار ببعض المباني التاريخية المحيطة بمدينة بعلبك الأثرية. ومن بين هذه المباني التاريخية التي تضررت من الهجمات الإسرائيلية قبة دورس في قرية دورس التي يسكنها بشكل رئيسي التركمان اللبنانيون، وهي قبة بنيت باستخدام مواد بناء رومانية خلال العصر الأيوبي. هذا وقد تضررت أعمدة هذا المبنى التاريخي الذي شيد في القرن 13، وبدأت الحجارة تتساقط من قبته بعد غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المباني المجاورة لهذا المعلم. نتابع وإياكم فيديو اليوم. North Korean soldiers. Не в том ли це говорити? Слава Україні. The barricades over North Korea. 총 북한군 규모는 약 3000. نغمة واحدة بلغات مختلفة عزف عليها المسؤولون الغربيون والكوريون الجنوبيون للتحذير من مغبة إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا في تصعيد للحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ 3 سنوات، بعد ظهور تقارير استخباراتية تؤكد إرسال بيونغ يانغ آلاف الجنود من كوريا الشمالية لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. إذ نشرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية تقريراً مدعوماً بصور الأقمار الصناعية يفيد بأن نحو 1500 جندي من القوات الخاصة الكورية الشمالية موجودون في روسيا استعداداً للتوجه إلى الجبهة، مشيرة إلى أنهم مرحوا زياً عسكرياً روسياً وأسلحة وهويات مزورة حتى يتمكنوا من التظاهر بأنهم أشخاص من شرق سيبيريا، حيث يحمل السكان هناك ملامح وجه آسيوية.
كما أن هناك خططا لإرسال ما يصل مجموع 12 ألف جندي إلى روسيا بحلول ديسمبر كانون الأول. التطور الذي أكدته وزارة الدفاع الأمريكية يأتي تعميقا للتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية. ففي يونيو حزيران وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون معاهدة بشأن الدفاع المتبادل والتعاون، بل وتعتمد موسكو بشكل كبير على بيونغ يانغ في تجديد مخزوناتها المتضائلة من الأسلحة. فبحسب مسؤولين عسكريين من كوريا الجنوبية، أرسلت كوريا الشمالية إلى روسيا منذ أغسطس آب من عام 2023 أكثر من 13 ألف حاوية شحن من قذائف المدفعية والصواريخ المضادة. إلى اللقاء.